اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده على طريقه الامهات في المكسيك. عايزين نروح المكسيك معانا الشيف المغازي من شاشه القناه الاولى، بنطير على المكسيك. عايز نروح ايطاليا، بنطير على ايطاليا نجيب الاكلات. عايز نروح على السعوديه نعمل عمره والاراضي المقدسه، تحية كبيرة للشعب السعودي، نجيب الأكلات العربية. أهلا وسهلا كل الدول العربية. ولكن النهاردة في المكسيك إخواننا دولت لهم طريقة كده في الأكل بتبقى شوية مختلفة، ولكن هي برضو الفراخ، هي برضو الذرة، الرز، ما فيش حاجة جديدة. ربنا سبحانه وتعالى عادل في سواسية البشر مع الحاجات الجميلة الحلوة، إذا كان فراخ الحاجات اللي بنستمتع بيها مع كل البشر على الكرة الأرضية. فراخ مفرومة هنعملها كفتة مكسيكي. ليه سموها مكسيكي؟ لان بيخلشها شويه فلفل الوان، بيخش لها التوست المنقوع في الحليب، بيخش لها رقائق الذره الهشه، ممكن نحط لها فاصوليا حمراء، كل ده مخلوط بالدجاج المفروم، عشان كده خدت اللقب المكسيكي. مع توابل التاكو اللي هي بتتصدر طبعا المطبخ المكسيكي، يعني زي السبع البهارات اللي موجوده عند العطار عندنا في وسط البلد. التوابل التاكو دي هنعمل طبق رز مكسيكي النهارده، الرز البسمتي الجميل بخلطه التاكو اللطيفه الحلوه، تاكل صوابعك وراها لطريقه كده مميزه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. اخواننا في المكسيك برضو مشهورين بان يعملوا الفاصوليا الحمراء، احنا نحب الفاصوليا البيضاء هنا مع اللحمه مع الطماطم، هم عاشقين للفاصوليا الحمراء مع الذره الصفراء، سلطه داخلها افوكاتو بقى، داخلها الطماطم بالكزبره. على فكره في المكسيك عشاق للكزبره الخضراء، ما يحبوش البقدونس، احنا نحب البقدونس، نحب الكزبره، نحب الشبت في المحشي، هم يعشقوا الكزبره الخضراء. مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره النهارده، وانا النهارده قاعد في المكسيك بستمتع مع الطعم المكسيكي من الفلفل الالوان، التاكو، التورتيلا، الفاهيتا، الحاجات دي كلها وتفاصيلها. فاللي عايز سؤال في المطبخ المكسيكي انا جاهز. هنطلع فاصل صغير او هتروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل المطبخ المكسيكي. احنا دايما لما نقول لك هنخش المطبخ الطلياني، مكسيكي، هندي، برازيلي، ياباني، صيني، هو الماتيريال واحد. تعالوا نشوف مع بعض كده الاساتذه المصورين وفرسان التلفزيون المصري والاخراج. ذره صفراء موجوده في اي سوبر ماركت، طماطم من خير ارضنا بنقطعها كريات صغيره، كزبره خضراء ريحتها رهيبه، احلى كزبره خضراء، معانا التوست بتاعنا في الحليب منقوع، شويه رز بسمتي زي الفل، فاصوليا حمراء، فلفل الوان، دجاج صدور فرمناه مفروم ناعم عندنا، ورقائق الذره اللي هو الكورن فليكس ده طحنينه عادي خشن معانا كده، هنعمله دلوقتي مع الكفته المكسيكي بطريقه كويسه. والثوم والبصل ده في اي مطبخ في كل دول العالم، ويا سلام لما يكون البصل المصري ولا الثوم المصري، لا يعلى عليه. هنبدا بيها يا استاذ رحاب بعد اذنك، الكفته المكسيكي بالخلطه المكسيكي بالتاكو. المقادير على الشاشه: دجاج مفروم، رقائق ذره، توست منقوع في حليب، شوية توابل من خلطة التاكو، هي دي التوابل، وطماطم وكزبرة خضراء، بهاراتنا ملح وفلفل وشوية بابريكا. حلو الكلام؟ تعالوا نعملها مع بعض كده سريعا. أول حاجة هنخلط البقسماط أو التوست أو العيش الفينو اللي عندك في شوية حليب كده، ويبقى معانا بالشكل ده كده. هنعصره من الحليب كده. المقادير اكتبيها تاني معلش. معانا توست حطيناه في شوية حليب. معانا اتصال على السوشيال. والمقادير موجودة على السوشيال ميديا عشان اللي قاعد في مكتبه، اللي قاعد في الشغل دايما يسألوني يا شيف مغازي هو البرنامج بيجي الساعة كام؟ بنشوفك الساعة واحدة كل يوم على القناة الأولى والفضائية المصرية اللي متشافة في كل الكرة الأرضية. ده توست متقطع شرايح، صفيته من الحليب، حطيته كده، حلو قوي. ونشيل الحليب ده على جنب ونجيب الكسرولة الحلوة دي كده ونخلط دول كلهم مع بعض. ينعم معانا. حلو، خلاص كفاية وكده. ناخد الدجاج المفروم ده كده نسقطه هنا كده واحدة واحدة كده بقى، عشان ايه الموضوع ده مهم، نشوف اخواننا المكسيك ايه ثقافتهم في الاكل. موضوع بسيط خالص، دي دجاج
فرمناه في الكبة برضو صدور. نعم ينفع لحمة مفرومة، تجيب حتة لحمة مفرومة هبرة بنفس الطريقة. هنشيل الفراخ ونحط اللحمة بنفس التوابل. هناخد التوست اللي أنا فرمته ده كده، أسقطه على الفراخ وبراحة كده علشان إيدك ما تتعورش. حلو الكلام. بنفس الكبة يا شيف. حلو. هاخد فلفل ألوان من اللي موجود عندي ده كده، مهم جدا وانت شغالة في المطبخ تروقي الدنيا كده. فلفل حار اخوانا المكسيك اهو، ده فلفل حار بنسقطه هنا كده. بصلايه كده مفرومة ناعم اهي، مش تاخد مننا وقت في الفرن. معانا من التوم شوية برضو مفرومين ناعم، الخلطة دي كده توم وبصل مفروم ناعم. حلو الكلام. السكينة بتاعتنا، الفلفل الأحمر الحلو ده كده. أنا عايزك تعملي الكفتة دي النهاردة، ما فيهاش تكلفة ولا حاجة. هتجيبي صدر فراخ تفرميه، تعملي الخلطة اللي أنا بعملها دي كده. ده فلفل رومي زي ما هو كده، طبعا أنا بقطعه بالسكينة عشان ينزل على المفرمة يتفرم بسرعة، ما تكسريش السكينة بتاعت الكبة. ناخدهم زي ما هما كده. حلو. معانا حتة فلفل اسود برضو كده جميلة، اصفر سوري، مش هحط فلفل اخضر، انا عايز الاحمر والاصفر بس كده. فيها مطبخ المكسيكي يعني فلفل الوان بتلاقوه دايما موجود. شايف الروزماري ده كده؟ قطعته كده وانا واقف، ده روزماري. وناخد الخلطة دي كلها مع بعضيها. غرس الكلام، ناخد الخليط ده كله مع بعضه، ينزل هنا على وش الايه؟ الكفتة بتاعتي. كزبرة خضراء اهي. قلت لحضراتكم ان اخواننا في المكسيك عاشقين للكزبره الخضراء، عاملين كده زي اخواننا اللبنانيين عاشقين للزعتر والريحان وزيت الزيتون. ناخد الكزبره الخضراء. دايما في المطبخ الطلياني تلاقي زعتر ريحان، زعتر ريحان، المكسيك كزبره خضراء. نفرمها ناعم بالسكينه كده. طبعا احنا الكفته بتاعتنا ما بيخشهاش كزبره خضراء، خلاص شويه بقدونس. الخلطه دي كلها مع بعضها. تاني حطيت ايه يا شيف؟ تاني رقائق التوست او العيش الفينو بتاعنا بتاع السندوتشات بتاع الولاد، جبناه حطيناه في شويه حليب نعناه 5 دقايق، صفناه من الحليب حطيناه وفرمناه ناعم. حطينا الفراخ بتاعتنا، حطينا تشكيله من الفلفل الالوان فرمناها ناعم، حطينا شويه رقائق ذره من اللي موجوده معانا، حطينا البصلة الناعمة والتومة في الخلطة بتاعتي في البداية. طب شوف بعمل ايه دلوقتي؟ أنا هنا بحط توابل التاكو اللي أنت بتحطه ده يا شيف مع بعض. حطيت بابريكا، كمون، شوية توم بودر، بصل بودر، فلفل أسود. بس هو اسمها بس هي توابل عادية خالص يعني، بس بما إن احنا في المكسيك خلونا إيه؟ ندلع المطبخ المكسيكي. شويه الزعتر توابل والمعالق الخشبيه والجو بقى اللي حضراتكم عارفينه ده كده برضو بياخد ايه الجو. شويه الملح التمام. خلص الكلام. نقلب الخلطه دي كلها بايديا وحياه عينيا. طعمها طبعا هيكون اكيد، احنا عارفين الكفته بتاعتنا حته من وش الفخده دوش يا باشا، وفرمها وتديها عصير ميه البصل وتبقى زي الفل. طبعا كفته الحاتي بتاعتنا دي بتيجي الدنيا تاكلها كلها في مصر، ولكن شايف الطعم ازاي مختلف هنا والشكل مختلف. طبعا وجود التوست هنا اللي انا نقعته في الحليب قبل ما تبدا الحلقه هو اللي عمل له قوام، وهو هنا العضلات، وهو هنا رابطه الوصل ما بين كل حاجه انا حاططها. رقاق الذره هنا دورها قوي جدا، وانا باكل الكفته دي احس بقرشه كده تحت اسناني
حطوا لها شويه كمان رقائق الذره. وقلبها. الله. طب دي تستوي ازاي يا شيف؟ نشكها على سيخ نفرتها كبه بالصينيه زي اخواننا الشوام واللبنانيين والسوريين. لا نحطها في صينيه لا خالص. شوف انا اعملها ازاي دلوقتي. زي ما هي كده. قلبها كويس. حلو قوي. واخد طبطب عليها كده واجيب بقى طبق التقديم. بايركس ازاز، اللهم صل على النبي. ونحط في البايركس ده يا عم الشيف قليل من زيت الزيتون. حلو قوي. ويبقى نزود بقى ايه، عود روزماري حلو كده. عود زعتر حلو كده. لما يجي بقى الفليفر مع الزعتر والريحان ده والصدمه الناريه الحلوه، اكيد زيت الزيتون طعمه اتغير. قرن الفلفل الحلو ده كده، وناخد الكفته بتاعتنا دي كده اهو ونكورها بالشكل ده كده. خلي بالك وانت بتكور الكفته يكون كلها حجم واحد. علل ولماذا؟ عشان لما تستوي كلها تبقى كلها سوا واحد، ما تبقاش واحده محروقه وواحده لسه ما كملتش سواها. تاني، وجود التوست المنقوع في قليل من الحليب وتصفيته قبل ما نخلطه مع الفراخ مع رقائق الذره اللي هو الكورن فليكس اللي احنا فرمناه في الكبه، كل ده طبعا بيديلي طعم وتيست تاني خالص للكفته بتاعتي اللي هي من المطبخ المكسيكي. اخواننا في المكسيك بيتابعونا دلوقتي، سامحوني اذا انا ضفت الطعم المصري وخفه الدم المصريه والشقاوه المصريه للكفته بتاعتكم عشان بنحبكم. ممكن نطلع فاصل يا شباب؟ طيب خلينا نطلع فاصل صغير واحنا ما زلنا في المكسيك. هنجيب سلطه مشهوره هناك جدا، سلطه الفاصوليا الحمراء بالذره. هنشوف نعملها ازاي مع طماطم وكزبره، وما ننساش الرز بتوابل التاكو. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتركيه بتاعت الشيف المغازي، الكفته من المطبخ المكسيكي فيها شويه غلبه كده. طبعا انا كورتها وعملتها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه على الشاشه اللطيف الجميل الحلو ده كده. تعالوا نعمل التركيه بتاعتنا سريعا كده. شويه زيت. حلو. نحط على الزيت ده شويه، فاكرين الصلصه اللي انا ضاربها في الكبه اللي هي الفلفل الالوان الاحمر والاصفر مع التومه مع بصله ناعمه مع توابل التاكو. باخد كده معلقه صغيره واقلبهم كده مع الزيت ده كده، وبالفرشاه. موضوع هنا مختلف. موضوع هنا حكايه يا عم اشرف اسكندراني. لسه ما خلصتش. درجة حرارة الفرن عندي 180. التركية دي مهمة جدا. وجود الزيت. الكلام الحلو ده يا استاذة رحاب بيدي طاقة إيجابية للعمل بكفاءة عالية. هناخد الكفتة دي يا عم الشيف وعلى فين؟ هي لسه استوت يا فاروق؟ تقول لي تجيبها على الكنترول؟ هي لسه استوت؟ تتحط في الفرن؟ لا. طب ده حلالي، يعني من حلاوتها تتاكل نيه. ما في حاجات كده حلوه تتاكل نيه. حلو قوي. في درجه حراره 180. يلا نستودعها. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ بتتكلم مكسيكي ولا مصري من الفرن؟ طبعا بخفه دم مصري. عايز تبص على الكفته، بص عليها كده وما تاخدش واحده منهم. انا عديتهم تلات ست تسعه 12 14. حلو تمام. بتقول ايه يا استاذ رحاب؟ كفته لسه ما خلصتش. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا عزماني على قهوه النهارده بقى عشان جاي متاخر. لا انا عايزك تجيب الصوره الحلوه دي كده. بص 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 شوف الكفته بتلعب في قلب الطاسه ازاي. اي جيبها لي هنا. اي 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 ايه ده لسه ما خلصتهاش انا زي ما هي كده. اه لسه هتخش الفرن تاني. اه لان بعمل لها صلصه حلوه دلوقتي. اه حلو قوي. ونجيب الكفته بتاعتنا عشان لينا شغل تاني مع خبره الطهويه هنا بتلعب دور مهم جدا. ناخدها زي ما هي كده يا شيف زي ما هي. اهي زي ما هي زي ما قال الكتاب. اهي اهي دي تصورني معاها يا فاروق بالله عليك. اهي هنشيلها. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ اهي زي ما هي. اهي كفته الدجاج بالطعم المكسيكي ولكن بايادي مصريه وخفه دم مصريه من شيف مصري شاطر بيحبكم. انا عايز البهريز اللي في قلب الحله ده هو ده حد يجي جنبها بس. اولا هي سخنه مستحيل حد يلمسها عشان نبقى بس كده فاهمين. الاطفال الصغيره اللي تخش المطبخ ممنوع تقرب منها. اه هعمل تركيه جامده دلوقتي بتقول المطبخ رؤيه وفن وابداع. العب لسه. اه باخد دي كده هنا واخد دي هنا كده. الله عليك يا شيف. وناخد بعضينا ومعايا طاسة هنا زي الفل. ايت باخد الطاسة دي كده يا عم الشيف بالراحة خالص كده وانزل بالصلصة دي هنا كده. اهي الله خلي بالك سخنة. البهريس كله عايز انا. هي دي التركية. معلش البوتاجاز بقى سامحوني. اخد كده لسه ما خلصتش. بصلايه ناعمه عليها كده تتقلب كويس كده. اخواننا بيحبوا الكزبره الخضراء زي ما قلت لحضراتكم في المكسيك عاشق للطماطم. الطماطم الشيري بالذات والطماطم المعصوره المضروبه اهي. شفت الخلطه دي بقى تاني عملت ايه يا شيف؟ البهريز والذهب اللي نزل من الكفته نزلت بيه في قلب الطاسه ما استخدمتش اي ماده دهنيه. نزلت بكزبره خضراء بصلايه ناعمه نزلت بعصير طماطم مضروب بالشكل ده كده. وناخد الخلطه دي يا عم الشيف زي ما هي. عليها عصره ليمون حلوه. خلص الكلام زي ما هي كده. اه على فين على فين؟ صلى على الحبيب قلبك يطيب. هو ده هو ده. ما اقولكش جرب. مش بقولك اسال مجرب. ناكل الخلطه ونسيب الكفته زي ما قال مخرجنا. حلو. عملت ايه النهارده يا شيف؟ انجازك كان ايه النهارده؟ انتاجك كان ايه النهارده؟ زي المهندس في موقعه، الدكتور في عيادته، المحامي في مكتبه، والقاضي في منصته. بننتج بنشتغل بنفرح بانتاجنا ده الطبيعي. بس من بدايه ما كل واحد بيشتغل لما بعمل اكله حلوه بفتخر بيها ان انا بقدمها لكل الحبايبي. عملنا السلطه لوحه فنيه، عملنا رز بخلطه التاكو اللطيف الجميل مختلف غير الرز اللي بنعمله كل يوم، عملنا الكفته الجميله اللي بتتكلم مصري ولكن بطعم مكسيكي. يعني احنا النهارده في المكسيك بنحييكم. رؤيا فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه حتى من كل دول العالم. منين يا شيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.